مستمرين مع حضراتكم ومتابعة لكل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي شهد إقبال كبير يعني من مختلف الفئات، خصوصا يعني امبارح كمان كان أجازة، ويعني عائلات كتير وأسر كتير بالنسبة لهم رحلة معرض الكتاب كل سنة ده بتفرق معاهم، وده شيء مهم جدا. وعشان كده مسألة اهتمام المعرض بالأطفال وإنه يكون فيه جزء كبير لأدب الطفل ويكون فيه أجواء وفعاليات كبيرة تخص الطفل في معرض الكتاب شيء مهم جدا جدا. هنتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل حول أجواء اليوم في معرض الكتاب، رصدتها لينا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. نتابع معاكم أجواء اليوم ونرجع نكمل الكلام. مساء الخير على كل مشاهدي برنامج التاسعة، موجودين معاكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار رسالتنا اليومية لمتابعة أهم فعاليات المعرض في دورته الـ54، واللي بيقام بمشاركة 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي من 53 دولة حول العالم. ضيف شرف المعرض السنة دي هو الأردن، أما عن شخصية المعرض فهو صلاح جاهين. المعرض بيفتح يوميا أبوابه لاستقبال الزائرين الساعة 10 صباحا لحد يوم 6 فبراير المقبل. الحقيقة انه المعرض السنة دي بيقام على مساحة كبيرة بتتجاوز 80,000 متر مربع، وبيتم تقسيمه لخمس قاعات فيها دور النشر المختلفة اللي بتعرض اصداراتها المتنوعة من الكتب، كمان في جناح خاص لدور النشر الصغيرة، وده في اطار العمل على تشجيع صناعة النشر وكمان تشجيع صغار الناشرين لعرض الكتب المختلفة والإصدارات المختلفة أمام الزائرين. الحقيقة كمان اللي بيميز المعرض السنة دي هو التنوع الكبير في الأنشطة الثقافية، بنتكلم عن أكتر من 500 نشاط ثقافي بيعرض في سبع قاعات داخل المعرض، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وعروض فنية، غير كمان الأنشطة اللي بتتقدم للطفل في جناح خاص ما بين عروض مسرحية وكمان ورش فنية. لو اتكلمنا عن أبرز الأنشطة الثقافية اللي تم إقامتها النهاردة خلال فعاليات المعرض، فكان في ندوات مختلفة، منها ندوة في قاعة صلاح جاهين عن الصناعات الثقافية، كمان القاعة الدولية شهدت عدد من الندوات، يمكن من أبرزها ندوة عن ضيف شرف المعرض السنة دي وهو الأردن وتاريخ وحضارة عبر التاريخ، وكمان الصالون الثقافي شهد مجموعة من الندوات المختلفة، منها ندوة عن دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي، وندوة تانية عن مئوية سيد درويش، غير كمان أنه قاعة الشعراء شهدت مجموعة من الأمسيات الشعرية بمشاركة عدد من الشعراء المصريين والعرب. الحقيقة النهاردة كان في إقبال كبير جدا من الزائرين لزيارة المعرض، خصوصا مع التسهيلات اللي بتتقدم للزائرين من إتاحة ممرات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، كمان إتاحة أماكن للجلوس وأماكن تانية للخدمات، كمان في تسهيل بيتم تقديمه للزائرين لتسهيل حجز تذاكر المعرض، واللي بيتم تحديدها 5 جنيه، وده ممكن يتم إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كمان تم تحديد وتوفير عدد من خطوط الأتوبيسات لنقل الزائرين من وإلى المعرض من أماكن مختلفة في القاهرة زي ميدان عبد المنعم رياض، ميدان الجيزة، دوران شبرا وغيرها من الأماكن. كمان في اهتمام كبير تم في المعرض السنة دي بالمنصة الرقمية، واللي بتتيح أمام الزائرين إمكانية شراء الكتب إلكترونيا، وكمان زي ما قلنا حجز التذاكر، وتم فتح المنصة حتى من قبل ما يتم بداية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده أمام الناشرين للاشتراك حتى في المعرض، وإن هم يقدروا يشاركوا ويكونوا متواجدين في المعرض في إطار طبعا الاتجاه للرقمنة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكمان يعني في تنوع كبير في الأنشطة الثقافية والمعروضات اللي موجودة داخل المعرض، وفي إقبال كبير من الزائرين من مختلف الفئات. الفرصة متاحة أمام كل الزائرين لزيارة المعرض يوميا لحد يوم 6 فبراير القادم من الساعة 10 صباحا. ده كانت تفاصيل يومنا النهاردة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكركم على المتابعة. شكرا ليكي جيرمين إبراهيم، رسالة وافية لينا النهاردة من معرض الكتاب، الحدث الثقافي الأهم يمكن في مصر والشرق الأوسط.